ما هذيك يطلع معايا كم كتبير وامين جارني من الشعر. هاد الرجوله هادي ما فهمتش كيقول لك انا راه ندوز عليك الحبس ودارنا يخلصوا عليا الملايين ونخرج ونعاود عاوتاني ندير نضربك ونعاود ونعاود نعاود. هاد الناس راه عندهم الفلوس، عندهم الفلوس بزاف وحاقريني. عندها شحال من شكايه هنا، وحده فيها 26 يوم وحده فيها 27 يوم، ولحد الساعه لا زالت تتعنف وتتعدى للضرب والجرح. تصوري انا ناعسه بزاف وشت فيا على راسي. هو اش حسيتي؟ حقره. مشاهدين ومتتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الاجتماعية والإنسانية. معنا اليوم الأخت رشيدة، ضحية من ضحايا العنف النفسي الجسدي واللفظي. هادشي كامل بسببه أنها كانت عندها واحد طبيلة كتبيع فيها وتشري في الدرب ديالها، كيفها كيف جميع الناس اللي كيبيعوا ويشريوا تما كاينة. المشكل هنا ما كاينش من طرف قيد او عون سلطه اللي غادي يقول لها حيدي هاد الطبله هادي ولا ما منحققش. هذا غير خوها في الحرفه، يعني واحد اخر تيبيع ويشري، وكيف ما جاء على اللسان ديالها بانه هو عنده طبالي كبار وعنده مشاريع كبار، ربما قال لها انا غنبقي تحت نخويك، نعطي عليك فلوس ونخويك. ما وقفتش القضيه عند هنا، وصلت لمحاوله القتل بالضرب والجرح. السلام عليكم اختي فتيحه. السلام اختي، خلينا نشدو ليك. عاودي لينا المشكل من الاول، هادشي اللي قلت صحيح؟ صحيح اختي، صحيح اختي، هادشي كله اللي قلتيه. عاودي لينا المشكل كيفاش تبدا؟ دابا انا اختي عندي واحد البلايص صغيورة، عندي بلايص صغيورة كنبيع فيها ونشري، كانت واحد الحفرة قال لي نجمعوا التراب، ملي قلت لي واخا نمشي انا وياك نجمعوا التراب، هذا امين الضو. ملي مشينا كيبيعوا وحدك ويشريوا؟ كيبيعوا الناس وحدايا ويشري، مشيت جمعت وجهي ملي ما بغيتش نتبسل معاه في واحد البساله خايبه، قلت انا ما نديش معاك الحرام. يعني تحرش؟ تحرش. جيتي انت والمهدي، جيتي انت والمهدي تكرفص، شديتيني من شعري، هبطتيني من شعري، بديتي كتشتف عليا، كتشتف عليا، كتشتف عليا، كنغوت ما فكونيش الناس كلشي خافوا منه، حيت هو مدوز الحبس. علاش هادشي الضرب والجرح؟ علاش؟ على قبل بلايصه. قال لك حيدي منها؟ قال لي حيدي من البلايصه، ما بغيتش حاشك. انت فين تمشي؟ قال لي ما تبقاش في السوق نهائيا الدوري، قال لي السوق ما تبقاش الدوري. واش على قبل البلاصه ولا على قبل التحرش؟ التحرش والبلاصه بجوج. ملي بغيتش ندير معاه التحرش حيدني من البلاصه، فهمتي؟ دابا كيتبسل عليك قبل؟ كان كيتبسل عليا قبل وما بغيتش، وهو مع مدوز الحبس وداك الشيء كيقول لهم في السوق انتم الشيء هذا. هو الا مدوز الحبس غيخلعنا؟ اختي راه هذا كيخلع الحمو، كلشي حالته كيدير كل مشار، كيقول لك انا راه ندوز عليك الحبس ودارنا يخلصوا عليا الملايين ونخرج ونعاود عاوتاني ندير نضربك ونعاود ونعاود نعاود. علاش وفين بلاد السيبه؟ اختي راه هادشي السيبه مني. اختي لطيفه، شني راه فتيحه عفوا رشيده، شنو هي الحاله الاجتماعيه ديالك؟ مزوجه؟ عندك وليدات؟ ما مزوجه ما والو، عندي امي وعندي اختي وانا اللي كنخرج شويه. دابا هذا ملي تحدى عليك ما حسيتيش شويه الحقره؟ قلت كله كان عندي شي راجل ولا تحقرت. حيت ما عندي تحقرت، ما كاينش حتى حد اللي بغى يدافع عليا، يا السيدس ولا ما كاينش اللي كيدافع عليا، حتى واحد كيشوفو شادني من شعري، جارني هكا من شعري، وداك المهدي كيطلع معايا بالكتبية. هادو جوج ترجال على المهدي وامين، المهدي كيطلع معايا هكا بالكتبية وامين جارني من شعري. هاد الرجوله هادي ما فهمتش، كيقول لك حنايا ومن كاين الولد البارحه هذا دايزه ويقول لي الشك ما تشديناش في الحبس قدام عباد الله، كيقول لك الشك ما تشديناش. زعما حنا فوق القانون؟ زعما هما فوق، كيقول لك هما راه ولاد المخزن، كيقول لك شي حنا ولاد المخزن. المغرب كامل، الشعب كامل ولد المخزن، القانون فوق الجميع. تبعتي المسطره ديالك؟ درتي شكايه عند وكيل؟ كلشي درت وكيل العام، مشيت عند وكيل العام، مشيت عند وكيل في عين السبع، درت الجمعيه، ما خليت مشيت كلشي ما خليت فين مشيت، والبوليس فين ما هذاك ديال التناسب كنمشي كيجريو عليا. علاش كيجريو عليك؟ ما حيت هذاك كيجي واحد خالم سميتو مصطفى، حيت هذاك ما عند خدام ما عطات شي ما عطات عنده لاباس عليه، حتى هو عنده واحد عنده ما تخدم داك الشيء ديال الحوت، كيجي عندهم ما عطاش كيقول لهم في البيرو، كيقول لي صافي سيري، قال لك كيقول لي صافي سيري. لا ماشي صافي سيري، عطيني فين وصلت القضيه. ومني كنخرج انا بحالي من الباب كيقول لي كيقولوا لي شوف المحضر ديالك
تشرك سيري خول ما على كرشك كيقولوا لي شي كون قالها لك هادي اي كيقولها لي خالو مصطفى لا ولكن البوليس اش كيقولوا لك خليني من الهضره ديال الناس هذاك سميتو البوليس كيقول لي صافي سيري خرجي لا غادي تقول لي عطيني النسخه ديال المحضر ونمشي حتى انا نتبع شكايه عند وكيل الملك كتواخذينهم ليا كاملين لا ممكن انا كتعاودي تيريهم شحال عندك في لي سيرتيف ميديكال اللي خديتي 26 يوم وحده راه دايره فاش هزاتني لابيلانس درت فيها 27 يوم حيت كنت مضروبه يعني ضربه جوست وحده 26 وحده 27 بحديده راسي كان ضربني ضربه خايبه الراس حتى شحال داز عليها اختي فاتحه انا داز عليها اختي بزاف وباقيين كيحقروني ماش داروا لي حتى شي حل انا باقا لحد الان كنجري في الكوميساريات ونجري في اختي رشيده كيبان لي انا هنايا هادشي من نوفمبر من شهر 11 3 شهور تقريبا وعاد اختي باقي ما كاين تجاوب ما كاين والو باقي ما خداو لي ما خداو لي لا حقي لا والو اليوم شنو كطلبي من المسؤولين انا اختي كنطلب من الله وسيدنا وسي حموشي وبغيت ربي يسترهم ويفتح عليهم البيبان وهذا الشهر المبارك شدوا لي حقي في هاد الناس هاد الناس راه عندهم الفلوس عندهم الفلوس بزاف وحاقريني حقروني بزاف حقروني بزاف حقروني حقروني بحال كليتي العصا كليت العصا وكيقولوا لي كنتي ديري والو كنت ندير والو واحد السيد كوميساري شاهد بان جيت عندو سروالي محيد وجلابيتي مشرقه وكيقول لي وكيقول لي سيري قال لي احنا ما عندنا ما نديرو لك سير كتبي الشكايه تقول شوفي اش ديري وكي كتبتي شكايه للوكيل ومني ملي حتى الوكيل ملي كيقول لي في كوميساري ديال ناسيم وما كديري لي والو والو ولحد الان باقي كيضربوني وكيتعداو عليا قال لي لا كطلبي كنطلب اختي من يشدوا لي حقي انا ما بغيت لا فلوس لا والو حتى حقي يتشد حقي حقي وحقي عند الله يا اختي هادشي اللي بغيت انا ما بغيت لا فلوس لا حتى حاجه بغيت حقي يتشد حيت بزاف اختي بزاف بزاف كيقول لك انا اللي باقي ما فهمتش كيفاش هاد الكوميساريه انت درتي شكايه عند وكيل الملك ملي كتعاودي تراجعي عندهم باش تراجعي تشوفي الشكايه ديالك فين وصلت شنو الجواب اللي كيقول واش كل مره كتلقاي واحد ولا كتلقاي نفس الشخص فيما كنمشي انا للمحكمه كنمشي للمحكمة كنبغي نسول على الوراق وداك الشيء كيقول لي سيري باقي سيري باقي عاوتاني ملي كنعاود نرجع كيقول سير دفعنا لابيجي ديال الدار الحمراء ملي كنمشي للدار الحمراء كندخل كاين واحد السيد كيقول لي شوف بنتي بركي بلاتي كنبرك كيقول لي كيقول لي انت دابا الدوسي ديالك راه باقي ما وصلش كنقول لي راه قالوا لي في المحكمة راه وصل كيقول لي انت راه باقي ما وصل كنمشي فحال عاوتاني ملي كيضربوني كيتكرفصوا عليا وكديك الناس كيعاودوا يضربوك عاوتاني من بعد شي كيضربوني اي راه ديما هذه بساله هذه ديما ديما ماشي اول مره صراحه انا كنبغي نناشد المسؤولين والسلطات راه قال لي هذا ضرب من العيني كيزرقوها لي كنتمنى ان الدوسي ديالك زعما كاين يشوفوا فيه المسؤولين سورتو المنطقه ديالكم سميتها نسيم يعني سورتو الشرطه ديال منطقه نسيم راه سميتو شرطي امن يعني كيأمن الأمن لهذا المواطن ولا هذه المواطنة كيفاش هي عندها شحال من شكاية هنا وحدة فيها 26 يوم وحدة فيها 27 يوم ولحد الساعة لا زالت تتعنف وتتعدل الضرب والجرح أباغ العنف اللفظي والنفسي اللي كيبقاو يقولوا لي احنا فوق القانون احنا حقا عاطين عليك فلوس حقا ما غاديش تصوري منا حتى شي حاجه لا انا راه بغي نقولها حتى واحد ما فوق القانون غادي فاتحه اليوم ما غتهبطش اداره تهبط ايديك فتحة اليوم غادي تمشي حتى لاخر نقطه في هذا الشيء ديال الوراق ديالك حتى لاخر نقطه اخر نقطه اختي انا اخر نقطه انا كنقول عائشة الملك شدوا لي حقي انا ما بغيت الموال بغيت ما يمشوا للحبس باش قلبي يبرد حيت انا كيقول لك حنا فلوس الاحساس ديالك وانت كتاكلي العصا وما ما انا ما اش نقول لك عرفتي شنو واش نقول لك كيفاش كناكل العصا تصوري انا عصا بالزلق وشت فيا على راسي هو اش حسيتي حقره حيت ما عنديش با ميت ليا با يتيمه وما عنديش خوتي خوتي ما مسوقينش ليا كيقولي منك ليهم عمي بحرك نتي وياهم كيخافوا منهم كان باك باقي حي باش كنتي غتحس كان با باقي حي كره بزاف ديال الحوايج اللي غادي نحس بهم بزاف ديال الحوايج اللي غادي نحس بهم انايا وكنبقى با حي كيقول لي اول البارح عندي زن تقدى نيت هاي السيده دي زن تقدى هز داك الشيء ويبدا يقول ويقول بنادم باغي فلوس العيد باغي بنادم يكمل رمضان باغي بنادم يدير انا ما عنديش ومو خلينا دار بوك واش صورت باقي الشوك كيقول لي باقي دابا باقي دابا مشينا للحبس شتي تشوف شحال غادي يمشي للحبس ان شاء الله قال لي قال لي باقي الا ما جاتوش شي دقه من عند سيدي ربي بوحدو قال لي كيقول لي باقي الظلم راه خايب كيقول لي باقي دابا مشينا للحبس وحنا باقي كنبيعوا نشريو انت خاويه البلاصه وخاويه ما تقدريش تحط تبيعوا وتشري انت لا ما نقدرش علاش ندخل يضربوني خايفه منهم حتى لهاد الدار خايفه بزاف 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 بزاف
خايفه اختي بزاف بزاف بزاف. جيني داء السلطات باش يوقفوا معاك. شوفي اختي انا بغيت السلطات توقف معايا، انا بغيت ربي يسترهم دني واخر. سير راسك دابا ما محمياش. ما محميه، عاول البارح دايزه غدا مسخره. تخرجي بوحدك؟ لا ما نقدرش. ودي معك السيده ضروري. وخا السيده معايا. هي حاشاك راه قال لها واحد الكلمه خايبه هذه نيت. قال لها واحد الكلمه خايبه، قال لها لا حاشاك شد في حجر، وقال لها هاك هو واحد اخر. ديزا ويقول شحال عندهم من سناد؟ اقبوها واحد كبير والاخر حتى هو واحد عنده ما عرفتش 40 والاخر ما عرفتش شحال عنده. هذا الرجل يرضاه هو يا المرته يرضاها الخت ويرضاها البنت. المشكله وليت خايفه انايا اللي الاخر كيهددني بالحشيش والفانيد وكيقول لي انا عندك انت محاوله القتل بسبب الضرب والجرح. راه غير قتلوني راه قتلوني، راه كان شوي كنتي غادي تموتي. وعباد الله واش خصنا هذه المرة تنموت عباش نبكيو عليها ونوضو نقولو حقا ما حقا؟ اجي نشوفو شكون السبب. ها هي ما حد حية ترزق، وقفوا معاها. الحي الحسني قالوا لي انت عندك عمر جديد. لا احنا انا كنوجه رساله ان شاء الله، كنوجه رساله بالاسم ديال الاخت رشيده اليوم المسؤولين، المسؤولين النزهاء رجال الشرطه يوقفوا على هذه القضيه ديالتها باش توصل عند وكيل الملك ان شاء الله باش تاخذ الحق ديالها. الا كان عندها شي حق غادي تاخذه، حيت بركه من هاد البلطاجه ومن هادي ونتعداو غير على العيالات ولا على الدراري الصغار، هادي راه ما رجلها ما والو صراحه. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف ما سمعتي اليوم اخت رشيده ما كتطلب حتى شي حاجه، كتطلب حقها. وما ضاع حق وراءه طالب. ان شاء الله ان شاء الله اختي المسؤولين مسؤولين غادي يسمعوا الصوت ديالك، وكنتمنى من السي الحموشي حتى هو يسمع الصوت ديال الاخت رشيده وياخذوا اجراءات زجريه في هاد القضيه هذه. شكرا لكم، كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا، حمزه اغنيم لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.